كريم يا <applause> حبيبي صباح الخير العظمه والجمال ده كله الجمال ده ازيك يا كريم عامل ايه صباح الخير طبعا عليكم مشاهدينا الكرام زي ما احنا ما استمتعنا معاكم دلوقتي بعزف الطفل الجميل المبدع المتميز كريم على اله القانون وهي من الالات الشرقيه الاصيله وصعبه كمان في التدريب والعزف لكن واضح أنه هو عنده استعداد ورغبه كبيره جدا ما شاء الله عليه ومتفوق فيها بشكل كبير، معنا كمان والد كريم استاذ محمد حمدي اهلا بيك. صباح الخير اولا ربنا يبارك لك فيه ما شاء الله عليه ربنا يحفظه عازف رغم صغر سنه ولكنه متمكن وواثق من نفسه وثابت، ازيك يا كريم؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ كويس. سنه كام؟ سنه اولى، اولى اعدادي. اعدادي؟ بس انت صغنطوط خالص بتاكل ولا ما بتاكلش؟ كريم اكله خفيف خالص ما آه. بياكلش هو 13 سنه ما شاء الله اولى اعدادي بس هو يعني كل اللي يشوفه يفكر يقول سنه ثالثه ابتدائي اه, آه. يا كريم؟ الحمد <applause> عامل ايه؟ خير. انت اللي قلت لبابا بقى انك عايز تعزف على اله القانون ولا هو اللي اختار لك الاله دي؟ لا انا أختار. انت؟ اللي شدك فيها؟ يعني هي صعبه اعتقد حتى في الحجم وانت صغير قد كده قادر تشيلها على رجليك <applause> اه رحت الاوبرا كنت راح عشان العب بيانو الاول مم. فما ما حبيت ما أه. فرحت اشوف القانون أه يعني شفت ايه الاول او قالت ايه البيانو, البيانو الاول مم. اه ما لقيتش نفسك فيه أه. رحت القانون أه. لقيت صوته حلو وكده و... أه. وشكله كده حلو فحبيته لكن انت فاهم بقى تفاصيل الاله نفسها انت عارف طبعا ان هي اله شرقيه اصيله و مم. من التخت العربي الجميل الاصيل يعني انت فاهم ده ودارس ده نظري كمان غير ان انت بتعزف بشكل محترف عملي هقول أيوة. اتكلم دي اله شرقيه اصلا القانون اله شرقي اه فدي دي حضرتك انا انا ليا صديق اسمه دكتور صابر عبد الستار. اه ده صديقي من زمان ده هو هو مرن كريم يعني طبعا احنا يعني يعني بنوجه له تحيه طبعا آه يعني لانه صابر نتاج او ثمره تدريبه آه وتمرينه ما شاء الله يعني شأن. متفوق ومتميز هو آه. بصراحه استاذ كبير في الاوبرا دار الاوبرا المصريه وهو م. اللي علم كريم م. انا كنت رايح له فعلا في الاول خالص يعني كريم كان غاوي الايقاع آه فانا قلت له لا خلاص ايه نلعب بيانو فقال لي خلاص يا بابا انا ايه انا انا حبيت الاله حبيت القانون ده اه اه فدخلته للدكتور صابر قال لي خلاص سيب لي بقى كريم ده انا هطلعه لك عازف. يعني معظم اللي في سنه ممكن يختاروا آلة أو حاجة يعزفوا عليها تبقى سهلة في في المتداول أو في المتناول أو تبقى حاجة كده يعني بسيطة. اه لكن هي الآلة بصراحة من يعني صعب شديدة التعقيد وبالتالي مش أي حد يقدر يتميز. اه صعب بس عايز يعني أوه. ممارسة وعايز عايز تمرين. وعايز تشجيع كمان ودعم يمكن جميل أوه. عشان أنت طبعًا عازف ايقاع اكيد وهو ابنك فانت شجعت ودعمته شجعته ودعمته في, في المجال ده يعني حاجه آه يعني فنيه نقدر ان احنا نقول انا والله آه انا يعني علي انا انا بعمل حفلات مع لطيفه مم. فانا لطيفه بشتغل معها حفلات مم. بس كورونا بقى يعني خلاص آه للاسف اوقفت انشطه يعني تنسير. العالم كله طبعا الدنيا آه وقفت مم. فربنا يفرجها يا رب يا كريم انت شاطر في المدرسه كده زي ما انت شاطر على العزف ها شاطر بتجيب درجات كويسه أوه. مش مش متعطل بقى ان انت مهتم بالتدريب والتمرين على اله القانون وده مش مؤثر على المذاكره ولا قادر ان انت لا مش توازن شويه مش مؤثر لا مش مؤثر شاطر يعني إيه في بيظبط الوقت بيظبطه كريم طب انت بقى فرصه ان انت معانا احنا عايزين نسمع غنى وطرب ومزيكا اصيله وجميله ماشي يلا تعزف لنا ايه بقى علاش الحب ايه عليش الحب طبيعي يا حبيبي <applause> على ايش الحب بتاعت شاديه اه طبعا طبعا جميله شاديه طبعا اتفضل يعني رجعنا تاني مع حضراتكم مكملين طبعا بيبقى الوضع مختلف لما نطلع بعد حوار موسيقي فني حوار لي يعني مزاج نقدر نقول كده مزاج جميل على الصبح وبيخلي الواحد دايما عنده تفاؤل وعنده رغبه في استكمال الحياه أه عايز اقول بشكل حقيقي ان الموسيقى دايما يعني بتبعث دائما على البهجه وعلى التفاؤل وعلى كمان السعاده لكن خلونا طبعا نستكمل بهجتنا وسعادتنا ونتكلم عن افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس لبطوله كره اليد رقم 27 البطوله طبعا معروف على مستوى العالم انها بدون جمهور والبطوله بتقام في ظل اجراءات احترازيه مكثفه سواء بقى على مستوى العالم او على المستوى المصري لكن الدوله المصريه كان عندها اصرار غير عادي على اقامه هذه المباراه في ظل هذه الاجراءات وباتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه اللي من شانها تعزيز قدره المواطن وقدره الدوله على استكمال المنظومه خلوني ارحب بضيفي الكريم الاستاذ عادل عطيه الناقد الرياضي اللي مشرفنا النهارده في هذا الصباح اهلا بك يا استاذ عادل صباح الخير خلينا كده نبدا حوارنا مباشره واقول بس ان امبارح كان المباراه الافتتاحيه والافتتاح كان في صوره جميله وكان مبهر عايز اكلم حضرتك عن احساسك وانت بتشوف المباراه وبتشوف الافتتاح وقلت ربما يعني في اسئله كتير دارت في عقل حضرتك انه هتقام المباراه ولا مش هتقام الافتتاح احنا في ظل اجراءات احترازيه أيوه. نكمل ولا منكملش في في ظل التحدي ده كان احساسك ايه وشعورك وانت بتشوف الافتتاح امبارح ده حقيقه كنت فخور فخور ببلدي فخور بمصر فخور بالتحدي اللي احنا خدناها بلد بلد مصريه كانت تحدي كبير جدا اللي هي تاخد المبادره وتنظم بطوله في وسط جائحه كورونا اللعينه اللي هي اجتاح العالم كلها نعم. والناس كلها كانت متخوفه كانت مت... هت... البطوله مش هتقاوم تاجل زي الاولمبياد لا مم. احنا عندنا كان زي المبادره خدنا قبلنا التحدي بشكل كبير جدا بشكل في جراه كبيره مم. شفنا التنظيم كان مبهر وكان رائع والافتتاح كان مبسط ومعبر طبعا بوجود سياده الرئيس عبد السيسي كان طبعا بيزين هذا الافتتاح الجميل مع كل الوزارات وكل المنظمين ورئيس الاتحاد الدولي كان الدكتور حسن مصطفى الدكتور حسن مصطفى وكلمه مصطفى. الرئيس وكلمه الدكتور حسن مصطفى كانت كلمه معبره م. على التحدي اللي احنا خدناه في البلد اللي احنا ننظم بطوله وسط الظروف الصعبه اللي بتعيشها البلد والمناخ صعب لكن عاوز اقول احنا نجحنا بشكل كبير حتى الان مم. عاوز بقى اقول الحلو يكمل ونشوف بقى المنتخب بتاعنا يكمل المسيره ويتالق البدايه كانت مبشره لحد ما هنشوف بقى نشوف مع مقدونيا مع السويد نكمل الدور الثاني نوصل الدور النهائي نوصل للفاينل ناخد البطوله احلام و... طيب يعني الأحلام مشروعه يعني احنا طبعا مشروع هنا كلنا <applause> وهاخد من كلام حضرتك وأكد على رساله الرئيس اللي زينت طبعا الافتتاح امبارح واللي اتكلم سيادته فيها عن ان العالم قادر على التعايش السلمي والتعايش الامن كل مع يعني العالم كله قادر على التعايش السلمي وايضا قادر على ان يكون في امن ما بين الجميع ودي الرساله اللي كان بيحث فيها اللاعبين والمنتخبات المشاركه على نقل الصوره دي لشعوبهم وبلادهم في ظل اجراءات كورونا طيب نرجع بقى لاحلامنا استاذ عادل أيوة. ونرجع للطموحات المشروعه واتكلم عن منتخب مصر لكره اليد واللي ب... ب... ليه يعني نقدر نقول ليه دور وليه طبعا. وجود حقيقي على مستوى العالم بخلاف منتخب كره القدم أيوة. ده حاجه وده حاجه ثانية. احنا عايز اتكلم كده عن تاريخ منتخب كره اليد ومشاركته في البطولات والمراكز اللي تبوأها من تسعه وتسعين لالفين ل لالفين لا احنا طبعا لا تاريخ كره اليد تاريخ م. عريق جدا وتاريخ كبير ومشرف يعني نظمنا بطوله 99 نظمها 2021 احنا وصلنا للمركز الرابع في 2001 م. في فرنسا وكنا قاب قوسين او ادنى للمباراه النهائيه لولا اخطاء التحكيميه او تجامل او او مجامله الحكام لفرنسا في هذه المباراه آه كمان احنا آه احنا ابطال العالم في الناشئين الفاتت. السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت اه عالم في الشباب مم. تامن عالم في البطوله اللي فاتت في الدنمارك والمانيا يعني احنا تاريخ كبير جدا وكرة لكره اليد وكرة اليد مم. كل ده احنا يعني احنا فعلا آه يعني تقول لي الجيل الذهبي بتاع 99 جوهر نبيل والعطار و... رجع تاني مع الدرع مع سيف الدرع ومع يحيى خالد ومع احمد الاحمر لا اسماء كبيره جدا آه حفر اسمها في كره اليد المصريه مم. اما بنشوف انت عند حضرتك تاخد كاس العالم الناشئين يبقى انت عندك قاعده مميزه قاعده كبيره جدا تقدر تبني عليها شغ... شغال بشكل علمي بشكل مم. مدروس بشكل فيه تطور برونزيه آه مرز... آه الشباب برضو يبقى اذا ماشي بشكل جيد تمام تامن عالم في البطوله اللي فاتت آه مستر جارسيا مدير فني للمنتخب آه الكبير آه عمل توليفه بقى جاب مزيجة من الناشئين والشباب والكبار وعمل فريق قوي جدا مم. وعجبني ان هو ضم للجهاز الفني بتاعه كابتن مجدي أبو المجد اللي هو مدير فني منتخب الناشئين اللي هو خد بطوله العالم عشان يبقى عنده الدرايه كامله باللعيبه وتحركاتهم وامكانياتهم ومهاراتهم وايه النقص اللي فيه وايه المتميز اللي فيه ويوصل مدير فني عن قرب ويبقى عايش مع المدير الفني الاسباني واعتقد دي جابت مردود جيد جدا بحيث ان احنا ماشيين بدأنا نمشي خطوه ديوم. جيده في البطوله نكسب شيلي فرق ستة صح كنا المفروض نتمنى يكون فرق كبير جدا الاول وكنت فرق, فرق سبعه وفرق 10 وفرق طيب. لكن حصل تغيير في بعض المراكز الاداء اللي حصل يا استاذ عماد هو من الشوط الاول للشوط الثاني كان في قوه وفي يعني بدايه قويه في الشوط الاول ايه اللي حصل بقى خلى فيه تراخي في الشوط الثاني هو ما حصلش حاجه هو بس الفريق كان بشكل قوي آه. لكن المدير الفني حب يعني يجرب بعض المراكز م. وبعض اللعيبه عشان يديهم حسيت المباراه وحسيت الماتشات وحسيت بطولة لان في حاجه مهمه جدا الناس مش واخده بالها م. احنا ما لعبناش ماتشات وديه غير مع ماتشين مع البحرين وماتشين مع اليمن وغالبا كل الفرق العالم مفيش اي بروفات اي بروفات أي, اي حاجه آآ آآ فاعتقد ده كان ماتش امبارح كان بروفا استعداديه وبروفا تحضيريه للبطوله اللي انت هتلاعب بعد كده مقدونيا مقدونيا دي اللي داخل بدل تشيك آه. بس مقدونيا تشيك طب في منتخبين اعتذروا تشيك والولايات الامريكيه آه بسبب طبعا في الاعضاء المنتخبين فيهم اصابات كتيره بكورونا طيب انا عايز أتكلم حضرتك عن يعني الافتتاح الافتتاح تابعته زي الافتتاح الافتتاح طبعا رائع ومبسط وبيدل او بيعكس حضاره وعراقه الدوره المصريه م. شفنا المسله شفنا الفلكلور اتعمل شفنا الاغنيه بتاعه تامر حسني بتعبر عن مصر وقوه مصر واراده مصر وتحدي مصر أه ورساله للعالم كله اللي احنا قادرين في ظل اي ظروف بننظم وبننجح شفنا كاس الامم افريقيه أه السنه اللي فاتت الكبار وشفنا بتاع ال... 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 الاولمبياد 23 سنه نظمناها برده والنهارده بننظم او امبارح بننظم بطوله العالم أه في ظل الظروف الصعبه جدا أيوة الرياضة واحنا طبقنا آه آه حاجه اعتقد العالم هيمشي ورانا فيها طب أستاذ أحمد الرياضة المصرية بشكل عام بقى مش عايز أتكلم في لعبة معينة أو لعبة محددة معروف طبعاً إن كرة القدم هي اللي بتاخد الزخم وهي أيوه اللي بتاخد الاهتمام الأكبر وهي اللي بتحوز على الفرحة الأكبر لكن في ألعاب تانية فردية مختلفة بيكون ليها برضو وجود وليها قوة من ضمنها كرة اليد طبعا الرياضة المصرية فين دلوقتي من الألعاب على مستوى العالم؟ لا احنا لو نتكلم عن رياضه بسيطه أن احنا محتاجه حلقات لا يعني بشكل مبسط إحنا, احنا رجعنا تاني احنا, إحنا, إحنا, إحنا في العاب مم. احنا متقدمين فيها وماشيين بشكل كويس فيها اه وبنحاول نناطح الكبار في اللعبه الاوروبيه والعالميه مم. لكن في بعض الالعاب احنا غافلينها بشكل كبير جدا مم. ليه سوء التخطيط وسوء التنظيم وعشوائيه في الاداء وعشوائيه في النظام ما فيش نظام علمي مدروس بيتعمل زي كره القدم انت هي اللعبه مش الاولى وهي اللي واخده كل الاستحواذ على كل حاجه من اموال وماديات ومن شهره ومن اعلام وكل حاجه لكن بتلاقي في المستويات مش المستوى المامول المستوى, المستوى اللي هو احنا بنامله على المستوى العالميه لكن بدانا في بدانا ناخد خطوات جديه احنا شفنا السنه اللي فاتت آه... الاهلي والزمالك وصلوا نهائي افريقيا م. دي برضو خطوه جيده جدا خطوه متميزه اللي احنا ماشيين بدانا نمشي بخطوات مدروسه شويه الى حد ما طيب لكن دلوقتي أصل بعض التغيرات جه اللجنه الخمسيه مشيت جه اللجنه الثلاثيه حطت قوانين حطت عراقيل تانية غيرت في اللوائح غيرت في النظام يعني واحنا المفروض نمشي على حاجه لغايه اخر موسم ده النسخه دي بيشارك فيها 32 منتخب ايوه كان في السابق 24 انت خرجتنا بره ورجعنا لا احنا احنا دايما على طول كده يعني طيب بنعرج ماشي. على نقاط كده كثيره سريعه كده استاذ عماد المره دي في النسخه الحاليه 32 منتخب بيشارك وده اول مره بيتم كان قبل كده 24 24 ده تفسيره ايه تفسيره ان احنا قادرين ان احنا جاهزين ومحضرين كل حاجه مش مش حاجه للصدفه م. آه، انت برضه كان في كاس ام افريقيه كنا كان عملنا اخر بطوله كانت 24 م. لاول مره وعملناها ونظمناها ونجحنا فيها م. احنا اول مره بنظم البطوله دي ب 32 فريق البطوله الماضيه كانت في الدنمارك والمانيا و24 فريق منتخب بس فاذا دولتين بينظموا 24 فريق واحنا كدوله واحده في ظل الظروف الصعبه دي آه. بنظم بوجود 32 منتخب م. من من بنطبق من 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 نظام اعتقد العالم كله هيمشي ورانا ده كنت عايز اقول لك من, من, من شويه فضل. اللي احنا نظام الفقاعه الطبيه يعني زي من الباب للباب يعني م. انت المنتخب نزل الطياره م. بيلاقي الاوتوبيس بتاعه معقم كله بيتعقم كله بيعمل مساحات كله بيعمل كفرنج عليه آه. بيخش الاوتوبيس يروح الفندق ما بيخرجش منه غير للمباراه ويرجع للمباراة حتى المرافقين ليه والمتطوعين آه. والمرافق حتى سواء الاتوبيس او كل العاملين ما بيخرجوش ما يتعاملوش بحد حد تاني خالص من الاتوبيس للاستاد للباب بالباب. بالباب مفيش للباب مفيش اي حد م. مفيش مجال للاختراق او يحصل خطا او يخش حد حامل فيروس لا قدر الله او يحصل اي حاجه تعكر صف البطوله بس دي دي نظام اول مره يحصل في العالم بنطبقه بنقول للعالم ان احنا نقدر بعقول مصرية والتفكير ان احنا نطبق حاجه على احد المستوى م. والناس تمشي ورانا زي ما قال الدكتور حسن مصطفى امبارح قال احنا البطوله دي انا رئيس حد دولي م. لو اتعملت في امريكا او اوروبا ما كانتش هتنظم بهذا المستوى العالمي اللي احنا شايفينه ده طيب. دي شهاده كبيره يعني طيب طبعا احنا بنفخر بالشهاده دي يا استاذ عماد خلينا اكلم حضرتك بقى عن المجموعه اللي مصر فيها حظوظها في المجموعه طبعا املنا طبعا م. ان احنا الدوله المصريه او المنتخب المصري هو اللي فوز بالبطوله الارض معانا والدوله كلها موجوده بمنظماتها بس في جمهور ما دي المشكله الكبيره <applause> جدا طبعا وده أيوة. على العالم كله فحظوظنا ايه في في المجموعه بتاعتنا حظوظنا كبيرة ان شاء الله حظوظنا كبيره آه من خلال اللي احنا ماشيين بدانا ناخد خطوات ايجابيه زي ما في كره اليد احنا ابطال العالم ناشئين برونزيه عالم الشباب تمنى عالم الكبار <applause> البطوله بتنظم على ملعبنا صحيح كنا بنامل يكون في جمهور لكن الظروف الصعبه اللي بتعيشها الدوله وافقنا اللي يحصل كده <applause> اعتقد احنا انت هتلاعب انت لعبت تشيلي امبارح هتلاعب يوم السبت مقدونيا وبعد كده ده منتخب جه بديل لتشيك لتشيك اه كويس <applause> برضه منتخب قوي مش ضعيف طب حظوظه ايه يا هو هو بيلعب في تصفيات اوروبا 2022 فاذا جاهز برضه ومحضر و... 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 نفسه مم. الحاجه اللي عاوز اقولها بس بعد ما يعني اخرج سنه بس مره تفضل تفضل دولي ان هو ما خلاش حاجه للصدفه يعني في وسط جائحه كورونا واحتمال فرق ما تجيش تلغي الضيوف المعين مم. محضر قائمه انتظار بست منتخبات يخشوا مم. امريكا يعتذر جه سويسرا تشيكا يعتذر جه مقدونيا فاذا جاهز ومفيش اي حاجه تحصل دروبات مم. فدي كلها الواحد مش بيها يعني تاني. حاجه محترمه يعني. هنخش مع هتلاعب السويد هرجع بقى لمجموعتي اه هتلاعب السويد السويد طبعا ابطال عالم آه. وفرقه قويه جدا وتاريخ كبير هي بس احنا دايما تاريخنا معاهم لعبنا خمس ست سبع مرات دايما يبقى المستويات متقاربه النتيجه متقاربه <مم> آه 25 26 25 24 إذا آه في ممكن أمل إن أنت ممكن من خلال التوليفة الجيدة اللي عملها مستر جارسيا اللي أنت ممكن والبترول على ملعبك م. وفي الناس كلها والمصر كلها ورا ورا الفريق م. أعتقد إن هو ممكن وكمان كان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي كان حضر المباراة بشكل كامل امبارح والرئيس طبعا عادية بصراحة والرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي هو اللي افتتح البطولة أما يلاقوا الكل رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء والشعب كله فرحان بالبطولة وعندهم أمل إن هم يحققوا أعلى ارضهم حاجة على أرض مصر اعتقد احنا كسبنا تشيلي اعتقد قادرين نكسب مقدونيا ان شاء الله نعمل نتيجه جيده قدام السويد هنخش بقى المجموعه الثانيه هتلاقي المجموعه الثامنه اه اللي هي فيها بيلاروسيا وكوريا وسلوفينيا وروسيا اعتقد الى حد ما مجموعه في المتناول روسيا داخله بدعوه من الاتحاد الدولي برده مش روسيا بتاع مش روسيا بتاع زمان اقوى فريق في البطوله دي سلوفينيا سلوفينيا واخده خامس اوروبا فهي دي الوحيده اللي ممكن تبقى فيها مشكله يعني تبقى هتعقر معانا شويه زي ما بيقولوا يعني باللغه العاميه يعني لكن اعتقد ان احنا ممكن نمشي ونذهب بعيدة في البطوله دي ونجمع نقط ونطلع من ضمن الثمانيه الكبار يبقى احنا وصلنا دور الثمانيه وبعد كده ناخد البطوله خطوه خطوه يعني سنه سنه بس دور الثمانيه وبعد كده ربنا بقى ايه عنده تسهيل يعني <applause> والله نتمنى طبعا استاذ عادل طيب انا عايز اتكلم عن جزئيه ثانيه بقى ليها علاقه بال بالتواجد الدولي التواجد المصري على مستوى العالم في البطوله دي زي ما حضرتك اشرت في بدايه الحوار عن ان ده بيظهر وبي يعني بيخلي قدره الدوله واضحه والناس تحزوا حزو الدوله المصريه على تنظيم مثل هذه البطولات عايز اشوف بقى انعكاس ده ما بين شعوب العالم مش الحكومات أيوه. الشعوب نفسها هو طبعا كل تعمل البطوله في وسط الظروف الصعبه دي في بلاد كتير جدا قافله مش 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 كتير في اوروبا قافل آه اغلاق خلاص. كامل مش اغلاق جزئي كمان يعني. اه فانت بتعمل بتستضيف 32 31 منتخب م. في وسط الظروف الصعبه دي والناس متخوفه والناس ماشيه آه زي ما بيقولوا جنب الحيطه لا احنا آه بنقول لك احنا بندي رساله عالم احنا احنا اقوياء احنا قادرين احنا, احنا آه مثقفين على احدث طراز بنفكر بن على احدث اسلوب العلمي الطبي بنطبقه <متحدث> الاسلوب آه آه الاحترازي بيطبق بي بي بشكل مشدد بشكل كبير جدا <متحدث> كمان حاجه تقول حاجه حاجه يعني نفخر بيها احنا بنعمل بطوله في اربع صالات مختلفه برج العرب واكتوبر والعاصمه الاداريه الجديده <متحدث> واستاد القاهره بنشوف العاصمه الاداريه الجديده دي صاله مبهره <متحدث> عملناها في وقت قياسي جدا بندي رساله ان احنا احنا نقدر نعمل اي حاجه في وقت قياسي عندنا القدره وعندنا المقدره وعندنا الإمكانيات البشريه والماديه اللي إحنا نعمل في ظل الظروف الصعبه دي م. عملنا صاله بتاعه العاصمه الجديده عاوز اقول حاجه مفخره لان انت بتعمل صاله في مدينه رياضيه بالكامل م. على مساحه 92.5 فدان أنت بتبص لقدام بتبص ال 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 النظرة عندك الرؤية عالية للعاصمة نفسها بالظبط العاصمة لا وأنت بتقول العالم أنا هعمل قرية أولمبية جديدة م. مساحة 92 ونص فدان هتعمل كل ألعاب هتعمل فنادق م. هتعمل عشان أنت يبقى عندك قدرة أما تعمل تقديم أوراقك اعتمادك أن أنت تعمل دورة أولمبية في المستقبل يبقى أنت عندك بنية تحتية على أعلى مستوى وجاهزة بأحدث طراز التكنولوجيا الحديث فدي <applause> كلها حاجه فعلا الواحد سعيد وفرحان بيها. انا بشكرك شكرا جزيلا وشرفتني جدا استاذ عادل عطيه الناقد الرياضي شرفتني على هذه المعلومات وعلى هذه الروح روح التفاؤل اللي بتعلو كلام حضرتك شكرا جزيلا ونتمنى طبعا ان احنا نتقابل لما ناخد البطوله ناخد ناخد ان شاء الله ونبارك للدوله المصريه شكرا لحضرتك. بكده مشاهدينا الكرام بتكون حلقتنا انتهت من هذا الصباح، استعرضنا مع حضراتكم على مدار ساعتين كاملين مجموعة من الأخبار، مجموعة من الحوارات المختلفة واللي إن شاء الله نتمنى إن هي تحوز إعجابكم، بكرة إن شاء الله يكون فريق جديد وموضوعات جديدة تحوز إعجابكم ودايماً بتشغل حضراتكم، شكراً لحضراتكم وإلى اللقاء.